ما بحال شي واحد من القناطره السلام لاباس داكشي اللي كان. وقعت الجريمه السيد اللي خدا تحقيق لا الشرطه القضائيه ديال القنيطره تقريبا من فترة ديال شهر 4 حتى شهر 6 لقيت راسي مودان 22 عام 22 من 98 كان طالب ما كانش اللي باغي ينصفني والو. طلبت خبره مضاده رفضات الناس ما فهمت انا والو. كنطلب على السلطه في البلاد انها تسحق لي الحلم ديالي هو البراءه ديالي ويعاد الاعتبار يعاود معنا التحقيق اعاده التحقيق ما طلبت شي حاجه اخرى اعاده التحقيق ها لا من السجن للسجن انا من زنزانه لزنزانه من زنزانه لزنزانه ما غاديش نعطي نفسي الحريه.